يعني معلش يعني ايه صناعه الالعاب الالكترونيه؟ يعني انا ابتدي انا اللي اعمل اصنع جيمز معينه، بالظبط لان بالظبط. الجيمز يعني خليني برضه اروح مع حضرتك للمشهد اللي احنا نفهمه، تمام الالعاب اللي بتتلعب حاليا من الاطفال او حتى الكبار كلها عنف، كلها قتل، فيعني بلا ذكر اسماء، انا هولاد اختي تمام ولاد صحابي، تمام فخلينا نفهم النقطه دي. اقول لحضرتك على حاجه. طبعا الالعاب ليها انواع كثيره جدا، في العاب زي ما حضرتك اللي هي الفايتنج جيمز ديت، وفي العاب اللي هي الالعاب الاستراتيجيه، وفي العاب اللي هي محاكاه لالعاب واقعيه، يعني كوره، سيارات سباحه، وموتوسيكلات، سياره، العاب السيارات، مالتي بلاير. ففي انواع كثيره جدا من الكوره الالعاب، والسيارات والحاجات دي تمام، ما فيهاش والاستراتيجي طبعا، وفي حاجات العاب خاصه بالتعليم، انت ازاي تعلم الطفل، او بحاجات خاصه باللغه وخلافه. فاحنا يعني رينج او مدى الالعاب الالكترونيه ده واسع جدا. بس كل صنف منهم دي مسابقته المستقله، مش كده؟ طبعا طبعا له مسابقات مستقله. الحته اللي انا كنت بقول لحضراتكم عليها ان احنا عايزين ننتج العاب مصريه، العاب الكترونيه مصريه بتناسب الهويه المصريه، ونصدرها للعالم ولا تبقى بس هنا؟ بنصدرها للعالم. اول حاجه لازم يبقى عندنا مستخدمين ليها في مصر والدول العربيه. حضرتك احنا بنتكلم على حجم الانفاق او الايرادات اللي جايه من الالعاب الالكترونيه، متوقع انها تصل ل 300 مليار دولار في 2025، منها 3.1 مليار دولار جايه من مصر والامارات والسعوديه. صادرات ولا ايرادات؟ ايرادات 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 اللعب في الجيمز والالعاب الالكترونيه. احنا بنتكلم على 3.1 مليار من انفاق عالمي 300 مليار دولار. طيب احنا عايزين بقى نوجه ده، احنا عندنا قائمه وعندنا ناس بتشتغل، يعني لعيبه، عندنا لعيبه وعندنا شباب حابب ان هو يدخل في مجال الالعاب الالكترونيه. طب احنا عايزين نحول ده بقى ان يبقى عندنا صناعه كمان، بحيث ان الشباب اللي هو محب جدا وشغوف بالالعاب الالكترونيه زي ما بيلعب ممكن يساهم في صناعه الالعاب الالكترونيه نفسها. احنا عندنا المقومات اللي تخلينا نصنع لعبه الكترونيه، واحنا بنتكلم على ان احنا وصلنا لزمن الالعاب الالكترونيه القادمه من الخارج والمصنعه في الخارج مبهره جدا، لدرجه ان هي تكاد تكون حقيقيه في شخوصها. لو بنتكلم مثلا على بلاي ستيشن او حاجات زي كده، يعني خلاص مش فاضل حاجه، يعني لا فاضل كتير. هل احنا نقدر ننافس في هذا الاطار؟ لا فاضل كتير. هقول لحضرتك حاجه، مصر بتتميز ب يعني بموروثها الثقافي الرائع والفني الرائع والفراعنه وتاريخنا الجميل جدا. الخلفيه التاريخيه اللي ممكن تستخدم في الجيمز مفروغ منها. انا بتكلم على التصنيع ذات نفسه، عمليه التصنيع بكل في متطلباته حتى الماديه. لا في شركات ناشئه مصريه موجوده، واخد بال حضرتك، قائمه دلوقتي شغاله في موضوع الالعاب الالكترونيه. بالاضافه الى بقى ان احنا كاتحاد بنعمل حاضنه للاعمال للالعاب الالكترونيه، هنرعى فيها الافكار الجديده وهنطور العاب الكترونيه موجهه بقى للجمهور العربي بشكل عام بسواعد الشباب المصري. واكيد هيتراعى فيها اللي انت كنت